السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة مشروبات سخنة ومفيدة جدا لتنظيف الحلق تماما من اي ميكروب او فيروس. ودي عملية طبعا مش هنشربها مرة واحدة يعني في اليوم، لا احنا نشربها من 3 ل4 مرات برضو في اليوم. دي بتساعد على رفع المناعة للأطفال، وكمان انتوا عارفين اي سوائل سخنة عامة بتساعد على تنظيف الحلق، ولو في اي حاجة في الحلق بإذن الله بتنزل في المعدة، ودي بتبقى المرحلة الآمنة. ودلوقتي انا معايا، هقول لكم دلوقتي انا معايا برتقال، طبعا تعرفين البرتقال غني بفيتامين سي، وليمون، وعندي قرفة دي في حالة الرغبة، او عود نعناع. تمام، خليكم معايا. انا هقطع البرتقانية دي وهقطع الليمون شرايح، هقطعه شرايح. تمام، خليكم معايا، هقطعه بالسكين وارجع لكم تاني. انا قطعت اهو الليمون شرايح رفيعة، دي كلها ليمونة، دي قشرة ليمونة، انا مش هقشره، انا لازم بقشره، لازم الليمون يكون بقشره، والبرتقال اهو لازم بقشره. تمام، انا هفصل البذر عن البرتقال نفسه وهحطه كده من غير ما اعصره ومن غير اي حاجه. تمام، ونفس الكلام الليمون لازم الاتنين يكونوا بقشره. تمام، وعندي اهو قرفه، وعندي عيدان، قرفه عيدان، وعندي نعناع. للي هيكون بيفضل القرفه هنحط له قرفه، واللي بيفضل النعناع هنحط له نعناع. تمام، وهسيب طبعا ميه مغليه على النار، وتعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه. انا طبعا زي ما قلت لكم الكميه دي هتكفي من 5 ل6 انفار ل6 افراد. اهو وانا قلت لكم هحط الليمون بقشره، يعني الكوبايه هحط مقدارها ايه، 3. هنحط البرتقال، قطعتين برتقال برضو، ماشي، وهحط ايه، عود قرفه. تمام، وهحط معلقه سكر واحده المشروبات السخنه يا جماعه، ما دام احنا عاملينها مش للتدفئه، عاملينها ان هي هتعالج حاجه او هتنظف الحل او هترفع لي المناعه، يفضل ان هي تكون معلقه سكر واحده، مش عايزينها سكريات كتير. تمام، وهنكون مجهزين ميه مغليه على النار، وهنصب على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو انا صبيت الميه، هقلبه كويس، انا قلت لكم اهو بقشره، هقلبه كويس بقى عشان يختلط كله مع بعض. تمام، وطبعا لازم يكون مجهزه طبق اغطيه على طول كده، اغطيه عشان كلها انا اهم حاجه عندي القشر بتاع الليمون والقشر البرتقال، ده بيطلع زيوت، وبيطلع زيوت عطريه فبتطير على طول، فلازم انا اقوم قافل عليه واسيبه مقدار دقيقه كده مثلا، واقوم عادي كشفاه، ولازم اشربه ايه، دافي للاطفال، ويا ريت سخن للكبار بس. وهعمل تاني كوبايه بالنعناع قدامكم، وخليكم معايا. وانا هكرر العملية قدامكم دلوقتي، هحط برضو مقدار 2، وبرضو هحط بس اللي بالنعناع، اللي بالنعناع ده بس هحط له ليمون ونعناع. تمام، وبرضو معلقة سكر واحدة زي ما قلت لكم، برضو مدام انا في نيتي ان هو يطهر الحل وكده، ما ينفعش اكتر من معلقة سكر. هدوبه، ريحته يا جماعه جميله، لازم اهم حاجه ما ينفعش تقشري الليمونه وتعصريها، لا انتوا عايزين الفايده بتاعه الليمون فيتامين سي، يبقى فيتامين سي يبقى جوه المشروب اللي انتوا بتشربوه ويطهر، لازم قشر الليمون، الفايده كلها في قشر الليمون في قشر البرتقال. المهم هنقلب كده وهنغطي برضو عشان الزيوت العطرية، هنغطي بطبق برضو ونسيبه دقيقة وبألف هنا. وجماعة بجد ياريت قرار
تكرر العملية دي اكتر من 4 مرات في اليوم، ومشروب بجد طعمه جميل جدا، وبألف هنا اللي هيشربه والأطفال هيحبوه جدا جدا. وإن شاء الله استنوني في حلقة جديدة من المشروبات السخنة لتنظيف الحلق وتقوية المناعة، ومع ألف سلامة.